اهلا بيكم. النهارده بقى عندنا ريفيو لحاجه مختلفه وحاجه قويه جدا. الجيتار ده سعره 9600، فيعني لو ما فيش الفئه السعريه دي ما تشتريهوش، لو هو جيتار قوي جدا. الجيتار اسمه الهامبرا. الهامبرا ده ميد ان سبين، هتلاقي جوه البتاع مكتوب ميد ان سبين، وجيتار بقى متكلف وفيه شويه حاجات بقى حلوه، والخشب بقى ليه نوع ومش عارف ايه، والالوانات، تداخل الالوان عامل ازاي، والجيتار متصنع على اعلى مستوى، والاوتار اللي نفسها اللي راكبه في الجيتار ليها نوع معين، وبيجي معاه ضمان، ويعني موضوع كبير قوي. يعني كل حاجه في الجيتار فيها تفاصيل خطيره. وطبعا الجيتار بلاجد، وفي تيونر، وفي ايكولايزر، ومش عارف ايه وكده. طب ما حد يقول لي ممكن كان في اللي قبلهم برضو كان في تيونر وايكولايزر ومشي حالك. يعني الخامات، الحاجات، المايكات اللي راكبه جوه بتفرق. يعني مثلا ممكن يكون راكب جوه مايك نوعه احسن، فمثلا الحاجات اللي راكبه جوه دي اسمها فيشمان. فيشمان دي انواع مايكات كويسه جدا بتركب جوه الجيتارات الكويسه يعني. ففيشمان دي حاجه ظريفه جدا. يعني لما تلاقي مثلا جيتار موجود الحاجات البيك ابس بتاعته فيشمان، فيعني ده معناها ان ده حاجات كويسه، الماركه دي كويسه جدا. تعالوا نسمع صوت الجيتار بقى نشوف عامل ايه، ما دام ازاي غالي كده ويفرق ايه عن الجيتارات التانيه. نشوف كده. انا سامع فيه ريفيرب جوه، يعني زي صدى صوت كده جوه الجيتار. انا يعني حتى ايه مش عارف ممكن يبقى واصل في الفيديو ولا لا، بس فعلا وانا بلعب لايف كده في زي في صوتين بيحصلوا مع بعض. طبعا في الصوره يبقى خطير. فهو جيتار قوي جدا يعني، برضو السعر مقابل الجودة. تعالوا نشوف الكوردات كده عاملة ازاي. يعني بصراحة جيتار ما حصلش يعني، يعني أنا بفكر إن أشتري واحد بس لما يكون معايا فلوس بقى حلوة كده. بس جيتار جامد جدا تطلع بيه بقى اون ستيج، وبعدين منظر كمان شكله حلو، وجيتار فخم وحاجه قويه جدا. بس ده مش بتاع بهدله بقى ويتخبط وبتاع وكده، ده لازم تجيبه بقى تحطه مثلا في ايه، في تابوت مثلا ولا حاجه، يعني حاجه تكون تحافظ عليه بشكل قوي جدا. بس يعني بنصحكم تشتروا الجيتار طبعا، لو معاكم فلوس تقدر تجيب الجيتار ده، فهو جيتار خطير. بس مش جيتار فور بيجينرز خالص، لو انت بتبتدي بالجيتار ولا حاجه ما تروحش تصرف يعني 9000 جنيه في جيتار زي كده، لازم بقى تكون بقيت بتلعب وكده. ده بنصح بيه الناس اللي بقى لهم كتير بيعزفوا. يعني الجيتار خطير يعني، ما اقدرش اعلق عليه، جيتار ملوش حل. طبعا في جيتارات اغلى من كده كمان، بس انا مش عايز اقول لكم يعني، مش عايز اصدمكم على طول، في جيتارات اغلى من كده بكتير، بس كجيتار ده كده يعتبر في الفئه السعريه المتوسطه. بس مش عايز اقول لكم المفاجآت اللي تصدم دي في الاول كده. بس كده ان شاء الله يعني، برضو هحاول هعمل بقى ريفيوهات عن جيتارات تانية وكده. ونسيت اقول ان الكورت بقى، اي نوع كورت من اللي انا قدمتهم دول بيجي معاه الشنطه بتاعته. يبقى اي كورت عشان نبقى عارفين بيجي معاه الشنطه بتاعته. ده مش عارف بصراحه بيجي بشنطته ولا لا، بس هو بيتهيألي مش محتاج شنطه يعني، ده محتاج يعني حاجه بقى افخم من الشنطه مثلا تحطه في، تجيبوا له دولاب لوحده تحطه فيه ولا حاجه. فجيتار خطير جدا، لو معاكم فلوس وهاتوه لان ممكن يغلى عن كده. يلا اشوفكم على خير في ريفيو جديد. شكرا.